السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، معكم ابو مركان وهنتر كلر من قناة 3 دي جيمز. طبعا اليوم جايب لكم فيديو جديد. في واحد طلبني في الكومنت اسمه ماتريكس جيمز على ما اتوقع اسمه. طبعا قبل كذا طلبني ويعني جاوبت له الطلب ونزلت مقطع، وهذا المقطع الثاني له هو. طبعا تأخرت، اسف جدا، واحب اني اقول لكم انه هذا بيكون اخر مقطع الحين في القناة، لانه في اختبارات منتصف السنة، يعني كذا بنقطع اسبوعين الى 3 اسابيع. والحين انا اسجل بمايكروفون جديد جبته، طبعا اتمنى انه يكون كويس جيد، يعني هو ما راح يكون افضل من اللي قبل، لان اللي قبل كنت اصور اسجل الصوت بسامسونج جالكسي اس 6. الحين جبت مايكروفون كليب من يوير، طبعا رخيص جدا بالنسبة للصوت اللي يعطيه. فنبدأ الحين بالشرح. وقال لي يبغى، انا نزلت طريقة رفع الاداء، كروت الشاشة لانفيديا فقط، طبعا فقط. اوكي، طبعا الشرح كان يبغى هذه بالعربي اللي هي لوحة تحكم حقت انفيديا، مو جبت له بالعربي، غيرت نظام لغة السيستم كله عشان يجيني عربي، فما علينا برجع بعدين. اول شيء تروح الاعدادات البرامج او البرنامج، سوي اضافة. اوكي، تضغط اضافة، تستنى، تسوي استعراض من هنا. تروح اي ملف انت تبغاه، يعني مثلا تروح سطح المكتب، تختار اي ملف، اي لعبة انت تبغاها من هنا، وتضغط فتح. اوكي، وبعدين بتطلع عليك هنا، مثلا هذه جي تي اي في مكركة. اوكي، تضغط عليه، لازم تطلع لك الايقونة هنا. اضغط على هذه صح عشان ما يطلع لك 1000 ولا الاف الخيارات من هنا. لو شلت من هذه الصح، شوفوا كم بيطلع لي، كثير مرة، على هذا الكمبيوتر فقط. اوكي، امثلية الترابط، تسوي تشغيل. صراحة ما افهم ولا شيء من اللغة العربية، ولكن يعني خليك زي كذا. تخزين مؤقت ثلاثي، ايقاف التشغيل، تسريع وحدة معالج الرسومات المتعددة المختلط. تضع هنا وضع أداء شاشة العرض الواحدة. أوكي، هنا ذاكرة الظل، تشغيل، مزامنة رأسية، مهيأ، وضع إدارة الطاقة، الحد الأقصى للأداء المفضل. فبس كذا. أوكي، وبالنسبة طبعا للخطوة الثانية، طبعا تضغط أبلاي وخلاص كذا تكون تم معك. بالنسبة للخطوة الثانية للتسريع النظام بشكل عام لأي من الكرتين انفيديا او AMD، طبعا تشبك فلاش، ومن المستحسن انه يكون فلاش USB 3 عشان يضمن لك السرعة، ويكون فلاش كبير. اوكي، نروح على الكمبيوتر. طبعا هذه، لا مو هذه، هذه هي الفلاشة، طبعا حجمها 128 25 جيجا. طبعا الافضل انك تضغط على كليك يمين، تهيئة، بعدين تروح NTFS، راح تلاقي هي فات 32 او EXFAT، حط NTFS عشان تستعمل يعني كامل قوتها او كامل الذاكرة اللي فيها للريدي بوس. تضغط ابدأ وخلاص. طبعا من الافضل والمستحسن انك تفرمتها، لو ما تبغى تفرمتها بيستعملك المساحة الفاضية. فتضغط كليك يمين عليه، خصائص او Properties، ريدي بوست. اوكي، تسحب على اخر شيء، يعني مرة تسحبه، تضغط موافق. طبعا اقصى شيء اللي هو 30 جيجا تقريبا، هذه فلاشتي انا 120 ولا 125 جيجا، 128 جيجا في الواقع، USB 3. انا شبكة الحين باليو اس بي 3، فما يمديني غير 33 جيجا فقط. فبتلاحظ تسريع الجهاز بشكل ملحوظ جدا كمان. وهذا كان الشرح يعني، اتمنى انه يعجبك ماتريكس وفهمت. لو ما فهمت تقول لي، ان شاء الله بحاول انزلك في اقرب وقت، بس قول لي بسرعة. فاي واحد يبغى اي شيء يعني ما يكسل يبغى كم سياخي، هو ما يجاوب اصلا، ما ادري ايش، لا نجاوب ونشوف احنا كل الكومنتات، لان اصلا الكومنتات قليلة. فحط كل الكومنتات اللي تبغاها تحت، وان شاء الله لو كان يعني نقدر نسوي هذا الكومنت بنسويه في أقرب وقت ممكن.
طبعا تأخرت لأنه كان ميكروفون ومايكروفونات وكذا، فحوست شوي، والإنترنت كان جدا 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 بطيء، فالأبلود بس. فبس يعني هذا كان كل فيديو شباب، إن شاء الله أجيبكم لا تنسوا لايك والفيفورت سبسكرايب. مع السلامة شباب.